أكد الرئيس التونسي قيس السعيد أن التعليم رسالة وسيتم في القريب العاجل إصلاح جذري للمنظومة التربوية ككل وفي كافة مراحلها جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه وزير التربية التونسي محمد علي البغديري الجمعة نشرت على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وشدد السعيد على أنه مع إعادة المنزل التي يستحقها المعلم والأستاذ ولكن لا سبيل لأن يكون التلاميذ رهائن على حد قوله قوله اصلاح جذري للمنظومه التربويه كلها بكافه مراحلها لانه لا يمكن ان ندخل اصلاحا على مرحله دون ان يتنزل هذا الاصلاح في تصور كامل لاصلاح التعليم في تونس وذلك بعد انشاء المجلس الاعلى للتربيه والتعليم ولم يتم ادراج هذا المجلس في نص الدستور الا لان هناك ايمان راسخ بدور المعلمين وافضل ان تكون اعلى الرواتب لهؤلاء الذين يبذلون الغالي والنفيس